مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يحضر حفل إطلاق مجلس تطوير الأراضي المجاورة للمغطس. البطريرك بيتسبالا يوجه رسالة قبل زيارة البابا فرانسيس إلى قبرص. اتحاد الرهبانيات في الأردن يعقد لقاءه الأول في كلية تيرا سانتا. البطريرك يونان يعلن تطويب شهداء كنيسة سيدة النجاة. وفيها أيضا كيفية الاستعداد لصوم الميلاد، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في ختام التعليم المسيحي في الرسالة لأهل غلاطية قال قداسة البابا: كان بولس مبشراً ولاهوتياً وراعياً، وذلك بقوة الروح القدس الذي غير حياته، وقد دافع عن الحرية التي أتى بها المسيح وربطها بالمحبة، وعلم أهل غلاطية أنهم مدعوونهم أيضاً إلى تلك الحرية التي أعتقتهم من العبودية وجعلتهم ورثة الوعد القديم وأبناء الله في المسيح. وقال أيضاً: إن الحرية لا تعني التحرر من الأخلاق، ولا تعني الادعاء باكتفاء ذاتي، بل أكد أن الحرية هي من أجل خدمة المحبة. وقال البابا: إن تعليم بولس في الرسالة لأهل غلاطية يولد فينا من جهة الحماس، فنشعر بأننا مندفعون إلى أن نتبع طريق الحرية وأن نسلك سبيل الروح، ومن جهة أخرى وبسبب محدوديتنا قد يطرأ علينا التعب الذي يوقف كل اندفاع فينا، فنشعر بالإحباط والضعف وأحيانا بالتهميش. ولمواجهة هذا الموقف الثاني اقتبس البابا من كلام القديس أغسطينوس وقال: العاصفة على البحيرة في الإنجيل تعلمنا بأنه علينا دائما أن نوقظ المسيح في وقت الشدة، وعندما يهدئ المسيح العاصفة في قلوبنا سنقدر أن ننظر إلى الأمور بنظرته، فنرى مشهدا وأمورا لم نكن نتصور أننا نقدر وحدنا أن نراها. حضر جلالة الملك عبد الله الثاني حفل إطلاق المجلس الاستشاري الدولي لتطوير الأراضي المجاورة لمنطقة المغطس، وسيعمل المجلس على تقديم رؤية لتطوير الموقع كمقصد للحج المسيحي من خلال تعزيز البنية التحتية لاستيعاب الحجاج والزوار من جميع أنحاء العالم. ويضم المجلس الاستشاري خبراء من جميع أنحاء العالم في مجالات السياحة والثقافة والتنمية والضيافة والتراث وغيرها. ويعد موقع عماد السيد المسيح المغطس أحد أكثر الأماكن قداسة على وجه الأرض لجميع المسيحيين، ويستقبل الحجاج المسيحيين من جميع الكنائس في العالم. وحضر حفل الإطلاق سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في عمان. أكدت البطريركية اللاتينية في القدس رسميا زيارة قداسة البابا فرانسيس المنتظرة إلى قبرص، والتي ستبدأ في الثاني من شهر كانون أول المقبل وتستمر 3 أيام،
وستحمل هذه الزيارة شعارا بعنوان لنحث بعضنا بعضا في الإيمان. وبهذه المناسبة وجه غبطة البطريرك بير باتيستيا باتسبالا بطريرك القدس اللاتين رسالة إلى الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين في قبرص، عبر فيها عن فرحه بهذه الزيارة التي ستكون حجا ولقاء لبحث العديد من القضايا كالحروب والهجرة والفقر والتطرف الديني. تحت رعاية النائب البطريركي للاتين المونسنيور الدكتور جمال خضر، عقد اتحاد الرهبانيات في الأردن لقاءه الأول في كلية تيرا سانتا تحت عنوان من أجل كنيسة سينودوسية الشركة، بحضور المرشد الروحي للاتحاد الأب رشيد مستريح وعدد من الراهبات والرهبان. وبعد أن رحبت رئيسة الاتحاد الأخت سارة غنيم بالحضور، بدأ اللقاء بصلاة الصباح، ثم ألقى الأب خضر محاضرة تحدث فيها عن مسيرة تلميذي عمواس، ركز فيها على مسيرة السينودوس أي السير مع يسوع والإصغاء لكلمة الله وعيشها. ثم قدمت الأخت جاكلين الريان من راهبات الوردية والشماس جبران سلامة وزوجته شهادة حياة تحدثوا فيها عن حياة الشركة وحضور الله في حياتهم من خلال مداومة على الصلاة والاتحاد بالله. وبعد عرض فيلم قصير من إعداد فريق الاتحاد تخلله اعترافات، اختتم اللقاء بقداس إلهي ترأسه المونسنيور خضر والأب مستريح والشماس سلامة. ثم توجه الجميع لتناول لقمة المحبة بحضور مطران السفارة البابوية وضيفيه القادم من إيطاليا. اللقاء اليوم هو انطلاقة ثانية إذا ممكن نسميها للسينودوس على مستوى الأبرشية في هذا اللقاء الأول لجميع الرهبانيات في الأردن وللتأمل حول موضوع السينودوس ولتنظيم العمل أيضا لانطلاقة السينودوس. هنالك دور، هنالك مواهب خاصة، دور خاص مميز للرهبانيات، والمطلوب هو أن يعملوا معا، أن يسيروا معا وأن يراجعوا رسالتهم في هذا البلد على ضوء كلمة الله. ولذلك هذا اللقاء لقاء مهم، لقاء أخوي ما بين جميع الرهبانيات، ويساعد في بداية جديدة أيضا من خلال الرهبانيات ومن خلال المؤسسات التي تديرها الرهبانيات أيضا لكي نسير معا في مسيرة هذا السينودوس. اليوم لقائنا كان لقاء رائع مع بداية جديدة، وجود قدس الأب جمال خضر، هذا الأب النائب البطريركي عندنا هون بالأردن. موضوع لقائنا كان تأمل في تلميذي عمواس وهو بداية السينودوس. السينودوس وضح لنا جدا ما معنى كلمة سينودوس وهو السير معا، وكان تعمق أكثر السير معا مع يسوع، فركز على نقاط معينة ألا وهو الإصغاء لكلمة الله والعمل بها. تلميذي عمواس التقوا بيسوع وتغيرت كل حياتهم. فاليوم نحن في لقاءاتنا أو في مسيرة السينودوس نطلب من ربنا أنه تكون بداية جديدة ولقاء نلتقي بيسوع حتى تتغير كل حياتنا من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الرجاء. حبينا أنه إحنا نبلش لقائنا كاتحاد مع النائب البطريركي الجديد الأب جمال خضر حتى يغنينا بهذا الموضوع، فحبينا نعمله بجبل الوردة عند أبونا رشيد، رحب فينا في ديره في بيته. بنشكره، بنشكر أبونا جمال. الموضوع المسيرة اللي هي المسيرة سينودوس هي كلمة يونانية تعني السير معا، إنه إحنا كلنا نمشي مع بعض من بطاركة لمطارنة لكهنة لرهبات لمؤمنين، كنا نمشي مع بعض ونحاول بهدف بهالمسيرة هاي نصغي لبعضنا البعض، نصغي للروح القدس لإهبات الروح القدس، ونحلم مع بعض كشركة كجماعة مع بعض جماعة مسيحية، ونشهد ونعيش الإنجيل بحياتنا، ونحاول أكثر إشي إنه نصغي لجماعة المؤمنين. دائما هم بيسمعوا لإلنا، هالمرة إحنا دورنا نصغي لجماعة المؤمنين، نفتح لهم المجال حتى نكون كلنا عيلة واحدة مسيرة واحدة نحو المسيح القائم من بين الأموات.
شكرا لكم، شكرا لكل الأشخاص اللي وقفوا معنا بهالاجتماع اليوم، من النائب البطريركي لأبونا رشيد للرهبات لنور سار. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله تكون مسيرة ناجحة وفيها شهادة لإنجيل للمسيح القائم بين الأموات. شكرا لكم. وقعت اتفاقية تعاون بين جمعية الكاريتاس الأردنية ممثلة بمديرها السيد وائل سليمان، ومركز سيدة السلام ممثلا بالأب شوقي بطريان راعي كنيسة سيدة السلام، ومؤسسة فرسان مالطا الدولية ممثلة بسفيرها في الأردن السيد لورونزو بورقيزي، ورئيس هيئة الإغاثة الإيطالية التابعة لمنظمة فرسان مالطا جيراردو سولار ديل بورغو. وقد أقيم بهذه المناسبة احتفال كبير حضره وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح والمونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية في المملكة، والمونسنيور جمال خضر النائب البطريركي للكنيسة اللاتينية في الأردن، والبطريرك فؤاد طوال، وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية. وقد تضمن الاحتفال مباركة الوحدة الطبية المتنقلة وإقامة بازار يحتوي على منتجات من مركز سيدة السلام وجمعية الكاريتاس، فيما تخلل الحفل باقة موسيقية وغنائية ممتعة بقيادة الأستاذ طارق الجندي وبصوت مجموعة من الأطفال من جنسيات متعددة جسدوا بأدائهم مشروع الموسيقى من أجل السلام. إذن في هذا المكان المكرس لخدمة أفقر الفقراء ومركز سيدة السلام لذوي الاحتياجات الخاصة، قمنا اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقية مع فرسان مالطا ومع كاريتاس الأردن، والهدف من هذه الاتفاقية هو العمل على توفير عيادة متنقلة للوصول للأشخاص الذين لا يستطيعون المجيء إلى هذا المركز لكي نخدمهم، وخاصة في موضوع التأهيل والعلاج الطبيعي، ذلك الكثير يعانون من بعض المشاكل بسبب الشلل، بسبب حوادث، وبحاجة إلى تأهيل وبحاجة إلى علاج طبيعي، وسوف نحاول أن نصل إليهم من خلال هذه العيادة المتنقلة. ويوم الخميس هو أول زيارة إلى مدينة المفرق، حيث سوف نقوم بمعالجة العديد من المصابين والذين بحاجة إلى العلاج الطبيعي. شكرا للجميع وخاصة فرسان مالطا، وشكرا إلى كاريتاس الأردن ومركز سيدة السلام، والشكر أيضا لجميع من ساهموا ودعموا هذا المشروع. صادفت الثلاثاء الماضي الذكرى السنوية 16 على حادثة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت 3 فنادق في عمان على يد مجموعة من أصحاب الفكر المتطرف، ليذهب ضحية هذه التفجيرات مواطنون زاد عددهم عن 260 شخصا بين شهيد وجريح وضيوف أبرياء من بينهم المخرج السوري مصطفى العقاد. تفاصيل أوفى حول هذه العملية الإجرامية في التقرير التالي. تفجيرات عمان الإرهابية التي وقعت قبل 16 عاما لم تثن الأردن قيادة وحكومة وشعبا من التصدي بكل قوة وحزم للفكر الإرهابي المتطرف الذي لا دين له، كما لم تنل تلك التفجيرات التي طالت مرافق سياحية وحصدت 60 شهيدا وأكثر من 200 جريح من عزيمة الأردن ومنعته، بل خرج منها هذا البلد العصي على كل المؤامرات أقوى وأكثر تلاحما ووحدة وتصديا وإدراكا لأهمية محاربة ومكافحة الإرهاب بكل السبل. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد أكد أكثر من مرة على أهمية التصدي للإرهاب ومحاربته، مشيرا إلى أن المعركة ضد هؤلاء الخارجين عن القانون وعن الإسلام لم تنتهي بعد. ويجمع الأردنيون على أن ذلك العمل الإرهابي شكل بداخل كل فرد من أفراد المجتمع تحديا وشعورا بالمسؤولية تجاه الوطن، كما عزز مبادئ الوسطية والاعتدال والوعي الذاتي، وزاد الثقة بين المواطن والدولة وأجهزتها المختلفة، ليكون الأردن دوماً
حصنا منيعا في وجه كل إرهابي أو حاقد. إن هذه الحادثة الأليمة ما تزال تحفر عميقا في الذاكرة الوطنية، ليس لعدم القدرة على تجاوز آثارها النفسية الصعبة، بل لترسخ وعيا عاما يرفض تكرار مثل تلك الجريمة النكراء التي وحدت يومها كل الأردنيين ضد الكراهية والإرهاب واستهداف أمننا واستقرارنا وأرواح مواطنينا وضيوفنا. واليوم ونحن نحيي الذكرى 16 لتفجيرات عمان الدامية، ما نزال مطالبين بالمراجعة والتقييم المستمر لما تحقق من إجراءات وقائية لمنع تكرار تلك المأساة، مؤكدين دائما وأبدا بأن أردننا سيبقى صامدا في وجه التحديات ومحاولات الغدر التي تنفذها قوى الشر والظلام. بمناسبة بدء السنة الليتورجية المارونية وإطلاق الأعمال السينودسية في رعاية مار شربل، ترأس الأب جوزيف سويد الوكيل البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن قداساً احتفالياً بالذبيحة الإلهية. وبمناسبة إتمام أعمال التجديد التي تمت داخل كنيسة مار شربل بعمان، وخلال الاحتفال الذي شارك به أبناء الرعية وضمن إطار ليتورجي جديد بأحد القديسين، تم التبرك بعدد من ذخائر الرسل وتجديد البيعة. وقد استقبلت الرعية خلال الذبيحة ذخائر عددا كبيرا من الرسل والقديسين. أنا بدي أشكركم على الحضور المميز اليوم، نورسات دايما إلى محطة كتير كبيرة بقلبي، ولأني مش بس رفقت، لأني بالحقيقة كنت عم بتنفس نورسات. فنورسات الأردن أنتو يمكن الشيء الحلو اللي بخلينا نعيش بالمملكة، نحس حالنا بعدنا بكل هالبيئة الحلوة. أنا بدي أشكركم على مرافقتنا اليوم بافتتاح السنة الطقسية المارونية، ومن هون كنا مع القديسين، وبعرف أنه كتار تقدسوا عبر هالتلفزيون نورسات الأردن ونورسات لبنان وكل هالبيئة الحلوة. وأكيد أنتو ونحنا عدروب الحياة، عدروب يمكن القداسة ببداية هالسنة. أنا بدي أقولكم شكرا لأنكم عم تعطوا وقتكم، عم تعطوا حبكم، عم تعطوا كتير حلو، وعم بتخلونا نطل على الناس ونصلي معهم ويصلوا معنا. فبدي أشكر أول شيء قلوبكم الرائعة، وبدي أشكر دكتور باسمة وكل هالطاقم الرائع اللي عم بيصور واللي عم بيعطينا أنه نعيش فرحة يسوعية مريمية، فرحة قداسي بكل المطارح وين ما منكون. أنا بدي أشكركم على حضوركم الليلة، وأكيد رح أشكركم بصلاتي، وإن شاء الله نحن وياكم نترافق عبر كل هالبرامج اللي عم تعطونا إياها وعبر هالقداسات اللي عم تنقلولنا إياها، حتى نحس حالنا بعدنا عن جد مثمرين بوقت العالم عم بفتش على كل كلمة حياة، وأنتو كلمة حياة. شكرا نورسات، وشكرا لكلكم، الله معكم. أطلق علماء ومفكرون وشخصيات دينية عربية ودولية مبادرة عالمية للعمل على حماية المصلين ودور العبادة. وأكد الموقعون على المبادرة التي دعا إليها سمو الأمير الحسن بن طلال رفض كل أشكال التطرف والكراهية، والدعوة إلى حوار يعزز الوعي الفكري والإنساني. كما دعت المبادرة العلماء لحث الناس على رفض الممارسات العنيفة بحق الكرامة الإنسانية، حيث أن خطاب الكراهية يؤدي إلى إساءة استخدام الأديان والاعتداء على المصلين ودور العبادة بصورة وحشية. تصادف هذه الأيام الذكرى الثانية لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر للسيادة الأردنية الكاملة، بعد أن أنهى جلالة الملك عبد الله الثاني العمل بملحقي المنطقتين من معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل عام 1994. وقد أشاد المواطنون بموقف وجرأة جلالة الملك، واعتبروا يوم عودة السيادة على الأراضي الأردنية المسترجعة بالحدث التاريخي. صح.
افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة 18 بخطاب وجه من خلاله التحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل في موقعه، وخص جلالته بالذكر رفاق السلاح حملة الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين. وقال جلالته في خطاب العرش الذي حضره جلالة الملك رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين: لقد مضى الأردن بثبات على مواقفه القومية تجاه القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية غير القابلة للمساومة. كما أعلن جلالته أمام مجلس الأمة استعادة منطقتي الغمر والباقورة المحتلتين وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منها. أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه أن أكون حافظاً للدستور ومخلصاً للأمة. فقد نظرني الحسين رحمة الله عليه لهذا الوطن وما رأيت نفسي إلا خادماً له. حضرات الأعيان، حضرات النواب، أتوجه من خلالكم التحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل من موقعه، وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السلاح حملت الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين، فلهم منا كل التقدير والاعتزاز. كما أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها. وحول الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردنيون قال جلالته: إنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات شعب العزيز، ففي رقبة كل واحد منكم أسرة وفي رقبة الوطن بكامله، موجها جلالته الحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني. أقول إنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات شعبي العزيز، ففي رقبة كل واحد منكم أسرة وفي رقبة الوطن بكامله. ندرك جميعا أن الأزمات من حولنا ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة وخاصة الاقتصادية منها، وقد دفعنا ثمنا كبيرا بسبب مواقفنا التاريخية. لقد أنجزنا إصلاحات جريئة حتى في أصعب الظروف، وأثبتنا للعالم مرة بعد الأخرى
أن الأردن مهما كانت التحديات لا يعرف المستحيل. لقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجاً اقتصادياً سيتم تنفيذه على مراحل ضمن 4 محاور تهدف إلى إعادة النظر في الأجور والرواتب وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الإداري والمالية العامة. وقد أعلنت الحكومة عن الحزمة التنفيذية الأولى لهذا البرنامج، وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطن. لذا أوجه الحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ولكن لا تستطيع أي حكومة أن تمضي اليوم في طريق الإصلاح والإنجاز دون سلطة تشريعية داعمة وقضاء نزيه وقطاع خاص نشيط ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده. فنهضتنا لا مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم والسوداوية. حضرات الأعيان، حضرات النواب، من شعبنا نستمد العزم والتفاؤل. وفقنا الله جميعا وسدد على طريق الخير والفلاح خطانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكدت الجامعة الألمانية على ضرورة نبذ العنف في المدارس والجامعات والمجتمع الذي نعيش فيه. جاء ذلك خلال حفل اختتام فعاليات مشروع لا للعنف في المدارس والجامعات، وقد تضمن البرنامج ورشات عمل وتدريبات شملت عدداً من مدارس الروم الكاثوليك في العديد من محافظات المملكة. كما تم خلال تطبيقات البرنامج عمل منصات وجلسات حوارية اشتملت على عرض لخبرات المشاركين لإعداد خطة عمل جديدة لمشاريع مستقبلية. حضر الاحتفال القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو لالي والمطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، ورئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي ومدير عام الكاريتاس وائل سليمان، وعدد من المسؤولين والمدعوين. بدعم من الكنيسة السويدية وجهات محلية وعالمية اختتمت في بيت لحم فعاليات مهرجان قطف الزيتون السنوي 21 الذي تم تنظيمه بالتعاون مع العديد من الدوائر والمؤسسات المحلية في المحافظة بحضور عدد من المسؤولين وحشد من المزارعين والمدعوين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. اختتمت بلدية بيت لحم ومركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة فعاليات مهرجان قطف الزيتون السنوي 21 الذي أقيم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية وبالتعاون مع مكتب وزارة الزراعة في محافظة بيت لحم وغرفة التجارة والصناعة ومعهد الأبحاث التطبيقية أريج وجمعية تنمية المرأة الريفية والأكشن إيد وبدعم من الكنيسة السويدية ووكالة سيدا. ابتدأ المهرجان بالترحيب بالحضور وبرئيس الكنيسة الإنجيلية في الأردن والأراضي المقدسة المطران سني عازر وبالمحافظ اللواء كامل حميد ونائب رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حننية وممثلي مؤسسات المدينة.
تضمن المهرجان عدة أكشاك احتوت على منتجات مختلفة من خيرات الأرض، وأهمها الزيت والزيتون وحرف يدوية ومنتجات غذائية، مطرزات ومنتجات مختلفة نالت إعجاب الحضور. وفي كلمة المطران عازر والذي بارك هذا المهرجان أشار بدوره لأهمية شجرة الزيتون في البلاد، وعدد الخيرات الناتجة من هذه الشجرة المباركة والتي نتخذ من أغصانها شعاراً للسلام، داعياً إلى التمسك بالأرض وزراعتها والاهتمام بها. كما ورحب الأستاذ حنانية بالحضور والمشاركين في هذا الحفل السنوي في بيت لحم التي لها دور بارز في إنتاج الزيت المميز من حيث الجودة، والذي أكد على أهمية الزراعة في الأراضي النائية. كما تم تكريم المزارعين وإعلان أسماء الفائزين في مسابقة التصوير، وأيضاً تم افتتاح معرض للصور بعنوان الزيتونة شجرة السماء، تلاه حفل استقبال في قاعة السلام. شجرة الزيتون هي لون السلام في العالم، هي شجرة مباركة وستبقى شاهدة على البركة والقداسة. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم. شهدت مدينة المفرق قبل عامين حفل إشهار أول فيلم متلفز بعنوان مسيحي المفرق، والذي تم تنفيذه بدعم لوجستي من مكتب نورسات الأردن، حيث يحكي الفيلم الذي حضره ممثلون عن المؤسسات الكنسية والمدنية وجمع غفير من المواطنين قصة التواجد المسيحي في المحافظة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بحضور جماهيري لافت شهدت مدينة المفرق إطلاق أول فيلم وثائقي متلفز بعنوان مسيحيو المفرق، والذي يحكي قصة التواجد المسيحي في المحافظة، حيث شهد حفل الإشهار الذي رعاه معالي العين حسين المجالي ممثلون عن المؤسسات المدنية والكنسية والمجتمع المحلي وجمع كبير من المواطنين. وبعد أن كانت الصلوات والمعمودية تؤدى في البيوت، ظهرت الحاجة لبناء كنائس للطوائف المسيحية المختلفة وضرورة توفير رعاية الكنسية لهم، حيث زادت عدد الأسر المسيحية في العام 1947 في المفرق عن 220 أسرة مسيحية، وبلغ عدد أفرادها 1265 فرداً، وشكلوا ما نسبته 17% من سكان البلدة موزعين على الطوائف المسيحية الأربع التي كان لها وجود في البلدة. ويسرد الفيلم الذي تم تنفيذه بدعم اللوجستي كالتصوير والمونتاج والإخراج من مكتب نورسات الأردن، ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل وإعداد الصحفي فيصل بصبوص، قصة التواجد المسيحي في الأردن كأقدم المجتمعات المسيحية في العالم، حيث أكدت الدكتورة السمعان حرص نورسات وبوحي من رسالتها الإيمانية على دعم كل جهد يعزز الوجود المسيحي المرتبط بتاريخ الأردن، ويجسد أيضا حالة الوئام والعيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد. حضور نورسات بهيك مواقف وبهيك نشاطات طبعا مش غريب، لأنه نورسات رسالتها ودعم الحضور والوجود المسيحي، وأيضا لإثراء الحضور المسيحي بتاريخ المسيحي، تاريخ المنطقة العربية في الشرق، والتاريخ المسيحي الموجود كمان في مناطق أردنية مثل مدينة المفرق اللي إحنا هلا متواجدين فيها. فهذا الفيلم كان يجسد مبدأ العيش المشترك اللي كان بين المسلمين والمسيحيين في الزمان الماضي لحد الآن ولا يزال، والأردن هو نموذج في هذا العيش المشترك، التعامل الودي الإنساني مع بعض بالمحبة والسلام والتلاقي
تلاقي مع الآخر، وهي رسالة نورسات، رسالة المحبة والسلام والتلاقي. نحن دائما موجودين بهيك نشاطات، ونورسات رسالتها وين ما كان تنشر هاي المعرفة وهذا التاريخ وهذا الحضور. فنتمنى للجميع، وأيضا هذا من هذا المنبر أنا بوجه رسالة كمان لكل إعلاميين صحفيين اللي حابب إنه يعمل مادة وثائقية عن الوجود المسيحي في الأردن، إنه نحن حاضرين كمان في دعم التصوير والمونتاج من مكتب نورسات. وشكرا لكم شباب نورسات، الله يعطيكم العافية. وعلى هامش حفل الإشهار انعقدت جلسة حوارية تناولت العيش الإسلامي المسيحي في الأردن تحت عنوان الأردن نموذجا، شارك بها معالي العين حسين المجالي وقدس الأب نبيل حداد الرئيس التنفيذي لمركز التعايش الإسلامي المسيحي، وسعادة النائب السابق جميل النمري ومدير أثار المفرق الدكتور إسماعيل بني ملحم، حيث تحدث المشاركون في الجلسة عن تميز الأردن عبر العالم بالوئام والعيش المشترك بين جميع أبنائه مسلمين ومسيحيين، مشيدين بنفس الوقت بدور نورسات ورسالتها المسكونية في تغطية الفعاليات التي تخدم الوطن وأبنائه. وانتهى حفل الإشهار الذي حضره نواب وأعيان ورئيس البلدية ورئيس مجلس المحافظة وجمع غفير من أبناء المجتمع المحلي بتسليم راعي الحفل الدروع التكريمية للداعمين لإنجاز هذا الفيلم، تلا ذلك تقديم معزوفات وطنية صدحت بها فرقة مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة الروم الأرثوذكس في المفرق، نالت رضا وإعجاب الحاضرين. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن المفكر الإسلامي الدكتور حمدي مراد، وذلك في حلقة جديدة بعنوان الوئام المجتمعي، حيث تركز الحوار حول مفهوم الوئام في الأديان السماوية التي تحث في رسائلها على السلام والمودة والشعور مع الآخرين، حيث بين الدكتور مراد بأن غياب الوئام بين الناس هو مشجع لنشر البغضاء والكراهية والتطرف. المزيد في هذا الحوار. ما هي نظرة الدين؟ ما هي نظرة السماء التي تتفق عليها ديانتانا؟ نظرة السماء إلى الوئام، كيف يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ بوركتم، يعني حقيقة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في الجانب الإسلامي، ومثلها يعني تترى بين أيديكم في الكتاب المقدس. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول بفطرة ما خلقنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والتعارف هو أرقى درجات العلاقة الإنسانية التي ليس فيها التطابق الكلي، لكن هي التي تقوم على المحبة، وما فيه تطابق هو قائم، وغير ذلك فيه احترام للرأي الآخر وموقفه، ما دام هذا الموقف إنما ينبع من مسار المحبة والمودة وإقامة جسور العلاقة الطيبة الأسرية الاجتماعية الراقية بين الجار وجاره، بين الشريك وشريكه، بين الزميل وزميله، بغض النظر عن هذه العقيدة السمحاء أكانت إسلامية أو مسيحية أو غير ذلك، ولكن نتكلم عن عناوين ما أضفى الله به على هذا العالم من نعمة في هاتين الديانتين الرائدتين عالميا. فإذا نحن نتحدث عن الوئام بمفهومه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي مصدر كما تفضلتم ومنبع يفرز لنا ويثمر لنا عناوين عديدة، فيها التسامح، فيها الأخوة، فيها التعاون على البر، عدم التعاون على الإثم والعدوان، وفيها هذا المعنى البعيد القريب الروحي الوئام. الوئام هو من أعلى درجات الشعور بالآخر
قلبا إلى قلب وروحا إلى روح، وبالتالي سلوكا إلى سلوك بعلاقة طيبة راقية. في العاصمة العراقية بغداد أقامت البطريركية الكلدانية حفل تكريم معلمي التعليم المسيحي في كل كنائس بغداد الكلدانية تقديرا لجهودهم وخدمتهم. حضر الاحتفال غبطة البطريرك روفائيل ساكو إلى جانب عدد من المطارنة والأباء الكهنة والأخوات الراهبات ومعلمي التعليم المسيحي. تخلل الحفل توزيع شهادات تقديرية لكل معلم ومعلمة، وألقيت في الاحتفال كلمة البطريرك ساكو والتي شكر فيها المعلمين على خدمتهم للكنيسة والتربية الدينية، مشجعا إياهم على الاستمرار في مسيرتهم مع الاستعداد على توفير الدعم الروحي والمادي لهم. ثم ألقت الدكتورة فريال بهجت من كنيسة الصعود كلمة باسم معلمي الكنائس شكرت فيها البطريركية على دعمها المتواصل للمعلمين، وخصت بالشكر كذلك القائمين على هذا الحفل الذي تخلله فعاليات ومسابقات ودبكات شرقية أتحفت الحاضرين. على صعيد آخر، وبمناسبة ذكرى الاعتداء على كاتدرائية سيدة النجاة في بغداد، وجه غبطة البطريرك مار أغناطيوس يونان بطريرك السرياني رسالة إلى رئيس أساقفة بغداد مار أفرام والكهنة والمؤمنين في الأبرشية، يستذكر فيها هذه الجريمة النكراء التي يندى لها جبين الإنسانية، حيث يتطلع غبطته إلى إعلان تطويبهم ورفعهم على المذابح، داعيا إياهم إلى تكثيف الصلوات من أجل هذه النية السامية. وناشد البطريرك أغناطيوس أبناء العراق الواحد أن يحافظوا على المحبة والألفة والمساواة بين جميع مكونات الوطن، متضرعا إلى ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أن ينشر سلامه وأمانه في العراق وبلدان شرقنا والعالم بأسره. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان كيفية الاستعداد لصوم الميلاد، وقد استضاف البرنامج الأب جوزيف السويد الوكيل البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن الذي تحدث عن الميلاد وكيفية التحضير له في زمن المجيء لهدف الوصول إلى رسالة السينودوس، داعين الكهنة والمؤمنين إلى المحافظة على ذخائر القديسين والرسل، فيما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأخت سناء سماوي من راهبات الفرنسيسكان ومع الأب فرح حجزين راعي كنيسة اللاتين في رميمين، حيث قال إن احتفالنا بعيد الميلاد يجب أن يكون بقلوبنا وليس فقط بأفواهنا. فإلى هناك. أنا بقول على الكاهن أو الكهنة الموجودين بالمملكة، إخوتي كلهم سوا، أنا وهني ونحنا مع بعض مع المجالس اللي بسمون لجان الوقف والمجالس الرعوية والحركات الرسولية والكشافة وكل هيدا الطاقم الذي يحيط بالكاهن. نعم. وحتى دوركم أنتم كإعلاميين وخاصة كتلفزيون مسيحي، نحن مسؤولين على أن نضخ رجاء وحب وأمل ونقاء ويمكن حتى صفاء بقلوب الناس وبأفئدتهم لحتى نقول لهم ميلاد السنة لازم يشبه الميلاد اللي أنتم بتحبوا، وأنا بدي أقول لهم للعالم شاركونا، بتقولوا على العالم حابين تغيروا تلونوا حياتكم، بدكن تكونوا عايشين حالة الفرح، تفضلوا تركوا بيوتكن، اجا الوقت يعني بعرف زمن كورونا حبستنا، اجا الوقت نطلع على الناس على العالم على المساحات نعبيها بفرح ميلاد يسوع. التجسد والتجسم الله كان إذا بدي سميه في علياءه، ما بدي أقول السماء فوق الغيوم، مش هيدي القصة. بيوم من الأيام ربنا في ملء الزمن بيقول الرسالة إلى العبرانيين، الله مثل كأنه في قرار أنه يخلي ذاته، ياخد صورتنا صورة طبعنا البشري، يلبس إنسانيتنا حتى يحول هالإنسانية الترابية الإنسان الترابي إلى يرجع يعطيه نفحة إلهية، الصورة اللي فقدها بالجنة أو بالفردوس. حلو. من هالمنطلق أنا بقول تسعوية الميلاد أو صوم الميلادي، أو يمكن أنا عملت هلأ شغلة رتبة بسميها درب الميلاد. حلو. يعني بالكنيسة المارونية دكتور يمكن تختلف عن الرزنامة اللاتينية والكاثوليكية والأرثوذكسية، كل واحد عنده ميزة. الميزة تبع الكنيسة المارونية أنه بتبلش تقديس وتجديد البيعة اللي احتفلنا فيه الأحد، بعدين بنروح على ست أسابيع كتير حلوين، بشارة زكريا، بشارة العذراء، زيارة العذراء لنسبتها إليصابات، ولادة يوحنا، هيدول محطات مهمة، نرجع البيان ليوسف أنه بالحبل الإلهي ما تخاف تاخد مريم، أحد النسبة
عيد الميلاد، ومن وراه بيجي أيام كتير مهمة، مقتل أطفال بيت لحم وإلى ما هنالك، والتقديمة يسوع إلى الهيكل. بس هيدا الزمن الميلادي زمن البشارات المفرحة. أنا بقول لهم ابتدى ابتداء من هيدا الأحد اللي جاي البشارات المفرحة. بشارة لزكريا بمولود رح يكون يا عم، كيف يكون هذا؟ امرأتي طاعنة بالسن، هي عاقر ما بتجي. إجا وقت الله، هلأ الله بده يحكي. فشو رأيهم أهل المملكة وإنت وأنا وكلنا سوا نقول خلص خلص فزع، خوف، تردد، يمكن هيك إنه شو رح يكون وباء. تعوا نقول في شيء بده يخرقنا، في شيء بده يحتلنا بهذا الزمن، زمن البشارات المفرحة. فينا نكون نكدين، فينا نكون هيك عيوننا عابسة وراسنا مشربة، قلهم على أردني كشرين كشرين، وفينا نروح على زمن البشارات. تفضلوا، قديش في بازارات، قديش أنتوا عاملين نشاطات، قديش نحن عاملين مثلا معرض الميلاد من 2-5 شهر. تنقول شو كل هيدول تتقلنا في زمن الفرح، في زمن بشارات بدأ تخرق هيدا الواقع الأليم اللي كنا عايشين فيه خلال هالسنتين اللي مرقوا. وبدنا نقول قادرين نختم، تعالى واختمنا على جباهنا فنعرف أن شعب المحبة، شعب الرجاء، شعب الإيمان، شعب اللي بده يعمل حالة فارقة وخارقة بهالزمن الملتوي، هالزمن اللي بائس، هالزمن التاعس اللي عم نعيشه، هالزمن اللي بيقولوا لنا الصين مع أمريكا مدري شو بده يصير، عم نحرب عم نحضر لحروب. يا خيي حضروا أنتوا، عندكم رزنمتكم وعندكم أجندتكم، ونحن عند أجندة تانية. أنا عندي أجندة تانية، إذا بدكم تعرفوا شو هي تفضلوا اتصلوا فينا، كونوا معنا، رفقونا تتعرفوا أجندتنا قديش عن جد بدها تلون حياتكم. وأنا بقول نحن جاهزين، بدنا نتعرف معكم مع المشاهدين على شخصيات المغارة برموز الأشياء اللي عن جد منقول الجيرلاند، منقول البول، منقول الحيوانات، منقول الألوان، منقول تعوا نتعرف عليهم، تعوا يصير عنا نكهة جديدة بحياتنا المسيحية، ونعمل سينودوس سوا، نمشي صوب. أول شيء بدنا نمشي صوب المغارة، بعدين بدي أمشي هذا السينودوس اللي سألتين عنه، صوب المغارة ونتعرف على كل شيء يحيط بهذه المغارة. بعدين من المغارة بدنا نروح على الدنح، بدنا نمشي دروب نهر الأردن. منا بدنا نروح على الصحراء، بدنا نمشي دروب الصحراء تنمشي عن جد الصوم، وكيف منعيش الصوم، وشو أجمل ألوان الصوم، وليش الصوم هو زمن مفرح. بعدين بدنا نروح على أسبوع ألام، واللي لولاه ما كان في القيامة، وما أجت يمكن ضجة القيامة والاختراق الرهيب اللي عمله ربنا. من بعد زمن القيامة بدنا نروح على زمن العنصرة تنكون رسل. فهيدا السينودوس اللي عم بيدعينا قداسة البابا لإله مع الكنائس كلها سوا، واللي احتفلنا فيها واللي افتتحناها، كل كنيسنا اللاتينية والكاثوليكية والمارونية افتتحت هالسنة السينودال، يعني لنمشي معا. عم نمشي دروب شو؟ عم نمشي كل واحد على طريقته؟ لا، يا ريت منتحد كلنا سوا، أرثوذكس وكاثوليك ولاتين وكل الكنائس، تنمشي سوا صوب مغارة البيت لحم، ومننا إلى الجلجلي، ومننا إلى دروب المملكة السماء. ونحن هون عنا فرصة حلوة دكتور، أنا بحب أقولها على عبر برنامجك، نحن بمملكة نحن بمملكة الأردنية الهاشمية، ولكن هيدي المملكة بدها تعطينا طعمة المملكة اللي نحن كلنا سوا إسلام ومسيحيين ماشيين عليها. وإلا شو جايين نعمل؟ نقطع وقت، نقطف ورد، شمامين هوا، أو مش هيدي. نحن من المملكة بدنا ندل الناس على المملكة اللي السماوية، اسمها مملكة الآب. حلقتنا اليوم عن الميلاد، ودخلنا في أجواء الميلاد، كيف الإنسان المؤمن بتحضر للميلاد بضمن رسالة سينودوس اللي أعلنوا قداسة البابا لعام 2023. فإحنا بهذه المسيرة، مسيرة التحضير لكي نصل إلى السينودوس زي ما بقولوا القمة سنة 23. تفضل أبونا. على كل حال احنا بنلاحظ على انه الكنيسة الشرقية تستعد للاحتفال بالميلاد بدخولها في الصيام، وان شاء الله يكون صيام مبارك ومقدس على الجميع. وكذلك الكنيسة الغربية بعد اسبوعين تبدأ الاستعداد للميلاد بزمن المجيء. وبنلاحظ ايضا انه حتى اليهود نفسهم كانوا يستعدوا لمجيء المسيح، ولكن للأسف كانوا حاطين مقاييس خاصة فيهم، فإجا المسيح بخلاف ما كانوا حسب المقاييس اللي حطوها، ولا للسبب لم يتعرفوا عليه. وبنخاف أنه بعض المسيحيين أيضا يستعدوا للميلاد، يجي المسيح ولا يتعرفون عليه،
لأن بكون عندهم نظرة خاصة فيهم، وليس كما يريد السيد المسيح أن يأتي، ولكنهم يريدون أن يأتي بحسب مقاييسهم الخاصة. لذلك حديثنا راح يكون في نقطتين. النقطة الأولى المسيح الذي كان ينتظره اليهود وكيف جاءهم السيد المسيح. ثانيا المسيح الذي ينتظره مسيحي اليوم وكيف يأتيهم السيد المسيح. إذا النقطة الأولى المسيح الذي ينتظره اليهود وكيف جاءهم السيد المسيح. على زمن السيد المسيح كان انتظار المسيح على أشده. المرأة السامرية تقول لأهل قريتها بعد حديثها مع يسوع: ألم فانظر رجلا ذكر لي كل شيء فعل، فلعله المسيح. وهو أندراوس يقول لأخيه بطرس: لقد وجدنا مسيح، أي المسيح. كذلك قال اليهود بعد أن سمعوا يسوع يتكلم في عيد المبال: هذا هو النبي حقا. وقال غيرهم: هذا هو المسيح. فالجميع كان ينتظر مسيحا دنيويا يرسله الله ليعيد المجد والعظمة لإسرائيل. إذا نرى الشعب بعد أن صنع يسوع جوبة تكفير القبل على الشاطئ بحيرة الطبرية يحاولون اختطاف يسوع ليقيموه ملكا دنيويا عليهم، فابتعد عنهم يسوع وعاد وحده إلى الجبل. كذلك القديس بطرس كان ينتظر مسيحا دنيويا جبارا لا يعرف الألم ولا الهزيمة. عندما سمع يسوع يقول أنه سيتألم ويموت قال: حاش لك يا رب من هذا المصير. فعنفه يسوع قائلا: سر خلفي يا شيطان، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. كذلك نرى التلاميذ يطرحون السؤال على يسوع: يا رب متى ترد الملك لإسرائيل؟ وابن زبدة يرسلان أمهما للحصول على المكان الأول والثاني في مملكة يسوع الأرضية، أن يجلس أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك. وهذا ما جعل العلماء والكهنة والفريسيون لا يحركون ساكنا عندما علموا أن يسوع قد ولد طفلا صغيرا ضعيفا في مغارة بيت لحم، إذ ليس هذا هو المسيح الذي كانوا يريدونهم. أما يسوع فقد جاءهم بعكس ما كانوا ينتظرون، فقد أراد أن يعلم شعبه ومعهم تلاميذه حقيقتين. الحقيقة الأولى بأنه هو فعلا المسيح. هذا ما قاله للمرأة السامرية التي قالت لهم: أني أعلم أن المسيح آتٍ. فأجابها: أنا هو الذي أكلمك. وكذلك أثنى على جواب بطرس لسؤال يسوع: من أنا؟ أجاب بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع: طوبى لك يا سمعان بن يونا. كذلك أمام رئيس الكهنة الذي سأل يسوع: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا أنت المسيح؟ أجابه يسوع: أنت قل. وقد برهن يسوع عن هذه الحقيقة بأعماله مثل العجائب وغفران الخطايا ونبوءاته وتعاليمه وبشخصه. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يحضر حفل إطلاق مجلس تطوير الأراضي المجاورة للمغطس. البطريرك باسبالا يوجه رسالة قبل زيارة البابا فرانسيس إلى قبرص. اتحاد الرهبانيات في الأردن يعقد لقاءه الأول في تيرا سانتا. الذكرى 16 الأليمة لتفجيرات فنادق عمان. البطريرك ساكو يكرم معلمي التعليم المسيحي في بغداد. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.